طبعا بالفيديو اللي قبله حكينا على البشره الدهنيه، والفيديو اللي قبله حكينا على البشره الجافه. هذا الفيديو راح نحكي على البشره المختلطه. البشره المختلطه اللي هي القصه عندهم شويه تعرق، مكان الحاجب ومكان الشارب والباقي عندهم جاف، هاي بشره مختلطه. شنو افضل مكياج البشره المختلطه؟ بي درجات، في بي درجات، مال سمره، مال بيضه، مال حنطاويه، كل شيء بي. فتمي، بداعه 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 البشره المختلطه. يتكون منه برايمر قبل المكياج، خليه مثبت مثبت المكياج ومقلص للمسام، ومن كريم فتمي نعومه يتجنن، كونسيلر فتمي تحت العين، والبودر من فتمي. اذا صارت عندك مجموعه من فتمي يعني اتخذت مكياج صحيح للبشره المختلطه. ايش قد سعر هاي المجموعه؟ سعر هاي المجموعه 53 ألف. وراح احكي لك بعد على البشره العاديه، وراح احكي لك بعد على جميع انواع البشره. عنواني بغداد الحرية الثانية قرب البريد وقرب العيادة الشعبية، اسم المحل كوزمتك دانيال، توصيل بغداد 5، محافظات 8.